السلام عليكم، هلا والله شباب، حالكم؟ اخوكم ريا اوس زد، رجعنا لكم بسيرفر مايكرو رمضاني مع شباب مايكرو. هلا رجعنا لكم بعد غيبه 4 سنوات مع الشباب فارس، ياسر، لا وسلوم، فيصل وعبد الله، ومع شباب جدد نرحب فيهم كالعاده. فيصل، اهلا فيصل، حياك. اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا زارف الورود كلها. اهلا وسهلا، حياك الله. اهلا عبادي، اهلا وسهلا، حياك، منورني يا حبيبي. سبيد، اهلا وسهلا، حياك الله. عادل، اهلا وسهلا، يا مرحبا. اليوم باذن الله راح نبدا سيرفرنا الرمضاني باذن الله، وتعرفون في اشياء جديده، فتفضل استاذ فارس العاده. بنك بنك ايش اقول؟ السيرفر هذا فيه عدة داتا باكات، طبعا ما في أي مودات عجيبة غريبة وتضيف أشياء في اللعبة. أغلب المودات أو الداتا باكس اللي موجودة بس تحسن من جودة الحياة، زي اللي إذا الواحد مات ينزل منه قبر والأشياء هذه. تليبورت، في أشياء تقدر تخلينا نسوي تليبورت بين أماكن في العالم، بس تقريبا هذا كل شيء. وبرضو في نقطة مهمة اللي هو الكرو كوين، اضفنا عمله. اضفنا عمله للتداول في السيرفر، تشتري شيء بقردن واحد تبغى تخليه يسوي لك شغله معينه. فين الموضوع فيه رشوه هنا؟ الكروكوين واحد مثلا برضو. الكروكوين هي العمله الاساسيه للسيرفر. وش بعد؟ وش بعد؟ وش بعد؟ عندكم شيء تضيفونه يا جماعه؟ هذا كل شيء بس، اتوقع كل شيء صح. بس بالتوفيق الجميع، وان شاء الله تشوفون محتوى خرافي في رمضان باذن الواحد. باذن الله. واذا شفنا منكم حماس ترى بتشوفون اشياء خرافيه، بس هذا اللي حاب اقوله واقدر اصرح عنه. يلا يعطيكم العافيه، وكل واحد ينتقل الحين. يلا يا شباب، اوكي الحين بقولنا شيء. عادل 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 عادل، بص عادل والله معليش ترى لك مهم. بق خل جزر. طيب خليت ثنتين بس. فارس ديفيكولتي بالله شباب، لكن لازم نوزع يا شباب. ثنتين بس، ايش فيك؟ السبون هنا راح يكون صح؟ يلا يلا يلا، عندي 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 شيء بقوله. اول واحد يقتل عبادي له ستاك دايموند اول اسبوع. لا 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 وين 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 لا 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 محتوى لا 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 اذا طلع بالشات اول واحد يقتل عبادي له ستاك. هذا السيف وينك عبادي؟ عبادي عبادي، تعال فيك عبادي، تعال. التحدي مقد، التحدي من سبيد العربية للعود. عبادي خليك، وانا اخرب وينه؟ طيب يا شباب وينه؟ وش هناك؟ كل الحلو سمزنه صح؟ حجر له حجر له حجر له. أبادي تعال حميك، تعال حد عشب حد عشب. ألقم ألقم، أنا ما يدخل. الله سلوم بيده قتله. المحتوى باليد، بيده ضرب. ايش جاي على اخر عبادي؟ سلوم والله صعب حبيبي. ايش النظام يا اول واحد فوت السيرفر عبادي؟ ليتس جو. حظك كذا جاء قدامه ضرب ضربه واحده، ضربه واحده باليد ما يحتاج يعني. ايش فيه؟ محظوظ محظوظ. هو العب بذكاء يعني. سلوم النص تكفى، سلوم النص النص النص. انا ترى مستقصد جاي عندك ترى. ابشر ابشر يا عيال، احد يكسر. بس كم تدفع؟ القريه لا احد يكسرها، خلوها يا شباب. نص نص. مزارع، اهم شيء مزارع. وانا بعد ودي اتكلم بنقطة الفرمات وذا، هل هي بتصير في كل بيت واحد ولا بتصير في الهب نفسه؟ بنسوي اشياء مشتركه واشياء عامه، فهمت فيصل؟ اوكي. في البدايه غالبا بنسوي اشياء عامه الحين بتساعدنا كلنا. ايه تطوير ممنوع السرقه. طيب ايرون كول ممنوع السرقه. يا اخي ما في ستاك دايموند اللي يا ساتر. اقسم بالله انك ورعي اللي ذبحتني. مين؟ انا 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 والله انك ورعي يا ريال. الكام عندي يا ساتر. الريال دفه دفه شهي مغري. ها يا اخي ما عليه ما عليه ما عليه، فيصل لازم البدايه تكون كذا. تعال ما عليه ما عليه، تعال جايك بالسيف انا. تعال لا ترى ما قال ما عليه. تعال امزه امزه، خلاص كلهم خش علي. يا شباب بدايه احزاب ولا ايش؟ يا شباب الله يرحم والديك. من بدايه احزاب قلب علي. تكفون فيصل تكفون. سلوم تعال تعال، عندي لك هديه. ابى اعلم عليك وياه من بدري، باخذ نص هديه. تعال عطني دايموند. لا لا مو تهمه تاكل. ما يجزر ما يجزر. ادخل خذ كيف والله. يلا وضع تحزبات، اذا وضع تحزبات حقين ون بيس. تعالوا عبد الله عبادي. أيوة. تعال 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 تعال. كذا الموضوع حقين انتر. تعالوا يا خلاص محطني تكفون يا عالم مسكوه. انا خلاص ما يفازع، خذيت الدايموند يا نبل. انت ريان اتركوا هالمزرعه انا مسويها.
يا اخي ما عندي الا جزره واحده عطني اكل والله وانا ما معي الا واحده بعد والله انا قاعد افرفر مبسوط بالسواليف يلا مشينا مشينا ويت مين معويت انا معويت تعال خلينا نجمع ذول عندي 20 حبه سيد الله يشغلك كيف فارس يفكر في الكوميونتي مو زي بعض الناس على طول يتجالدوا بعض الناس كيف يا جماعه ولا يغدروا فيها مثلا بعض الناس اول واحد شفته راي الحقني فيصل حطه هنا في الحظيره جاهزه يا فارس اللهم لا تنزل ما في شيء ترى اي اللي قال عيش قال ما في شيء عارف هذه والله حكنت مين تعال سلم ريفين قدام اوه جوي والله ريفينات ما شاء الله وافضل شيء تنزل كهف عشان تحافظ على حياتك صراحه شيء كان والله افضل شيء تبعد عن الشباب عشان تحافظ على حياتك اي اي في مشاكل فوق كثيره الحين بلوك هذا ملون وشو خلاص انا اكلتها والله واحد اللي برا ذا هنا اخر انا عادل هذا تعطيني عادل تعطيني دامج عادل كبر تدربين هذا وش ذا وين فيش لا وين كنت اي لا احنا ورا سبون 5031 اوه والله قويه ذي عادل كريشن يعني معظم الاحوال يعني مو الا راسي يدخر انقلع راح اسوي عالم من قبور انا سويت عليك ابدي ثمنيل خلاص طمع اوه كريبرز اوه فيك خايف ما ادري ما اقدر اتحرك ما اقدر اسوي سبرنت كذا لا بس انت وخر عني تقدر تسوي سبرنت يلا روح دورني لا 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 اجرب الحين انا بنحاش منك خلاص ما انت بجايني وين رحت الحين والله التيكي تاكا والله تفهم اشوفك كم شريت ايرون اشوفك انا الو قاعد اكسر بلاكس واضح اني خلاص تيم واضح ان رمضان كريم سببنا عداوات مع الكل من البدايه والله من البدايه سبيد مره خلاص رمضان كريم تعال والواحد معي يا سبيد اوريك صبرك علي نزل على راسك استك دايما تقلب وجهك باخذ نصه سلون بيعطيني نصه صح سلون اكيد الله يسعدك يا حبيبي تكبر الصغير ترى بينك هذه تضبيط البدايه احس وبعدنا ب اشمع المكان ولا ما احتاج والله افضل نشمعه الله ياخذ بليسك كيف الاوضاع والله ها قاعد تعب اسولك سفايرون الله سفايرون انا قاعد اجمع خشب لسه خذ وينك يلا جاي شوف بس العيشه شوف العيشه يا سلام والله تفهم والله تفهم يبغانا بعد نسوي شيلد عشان نضبط امورنا والله ناسي شلون نسوي شيلد بس يعني حبه ايرون وخشب وراك كريبر الكبر ديكوريشن بس لا في ميزه واحده انك تسوي لايتنج رود تحطه فوق بيتك او اذا بتحول وانت بتسلم وراك سلم حول ولا قوه الا بالله القدر اجمعنا وراك تقعد انت حمود ايوه مين حق الناس رجعه ما في حق الناس ايش بيسلم معك راس عبادي صح والله يشوف يعني عند فيصل مت قبل شوي الساك ثاني يا سلم الحين يجيك الساك دائما ثاني كوة. والله سلم حسير اطمخ واحد ما شاء الله ما احتاج العب يا شباب عبادي قدام اقدر اذبح الحين بس يا اخي تبي سبيد ايش تبي تقف فكك تقف شوف انت عارف مكانك صح ابغى بس اخذ راسك بس لا 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 تقف سبيد انا سبيد تقف خلاص خذ ارجع مكانك والله ناوي ما احد شاف اوسم زون راح ناوي يلف عليه ناوي طلع من الروم عشان كذا بصدمه نشوف جثتنا الله جمعت كل الايرون الموجود هنا لا يعطونا اكل ولا لا لا صح لا ليذر بس ليذر ما اعطيتك الايرون صح قبل عند الفيلج اي اخذتها شوف هذا الان لازم جزر ولا عيني والله مضبطنا فيصل باقي 6 ايرون هنا وينها اوه ما شفت هذي تعال ضبط ايش تاخذ كم معك معي 9 الحين خلني اشوف ايش اقدر اضبط بوتين او قلنا بوتين بس ما يبغى ما يمدينا نسوي شو اسمه مالك عطنا بوتين وكمل في ايرون خذ البوتين انا باخذ الشموع يعني شوف هذا لا والله مو ايرون هذا ايرون ها شوف هنا فيصل معك سيف معك بيكاكس ايرون لا ما معي هنا جولد نستفيد منه تعال هذا بيموت الجولد منه فايده كبيره ترى اوكي اي بس انه يعني حاليا ما نحتاجه العمله بالجولد اوه صح نسيت والله ادري بس لا صار يطيح الحين بلوك كبر كامل اي والله لا طالع لي حبات تعال شوف هذا اللي لقيته هنا بلوك كامل تحصلها اوقات بلوكه كامله ايرون برضه نفس الشيء طيب اسمع ايش رايك نسوي بيكاكسين الحين وهلمتين هذه 10 16 طيب مضبوط الشيست بليت نخليه بعدين والله قدام انا ما عندي الدرع مره طيبه امسك والله كبير وش ذا
يعني 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 هنكسر ذا ويحط الباب تعال خش طلع عود هذا قدام وله سلم اوه هذا الشاب ذا ما تطيح كذا الله يقلع بليه يا ساتر والله يا بلنا طلعنا انت بتكمل وين تعال تعال من هنا من هنا ما في تكمله خلاص ما في تكمله كسر شوي اذا ما ضبط الامور 13 معي نص ستاك لبز كسرت قدام ويسار كل شيء هسه ما حد يضيع هذا ما في شيء ما في شيء لقى اصلا برتك ترى شكلي بموت ايوه لقيتها صح ايه طب عطني باب واحد لو تلف يسار بس شوي بس اسوي باك الثاني تعال معي ايرون ترى معك كم حبه 17. انا معي 5 او تعال خلينا نكمل اي هذا وهذا ما يفهم معي كل شيء امور طيبه لا انا برا برا جيت لا 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 برا جيت تعال بسوي باكت مويه عشان نبدا نزرع لا 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 عندي ايرون خل بسوي لي بسوي لي وانت سوي لك بغيت احط او نايس في بومكن يبغى ناخذها تعال سلم كفو غطي عشان الزومبي ما يجي معك ماي صح يا صب خلنا نسوي انفنتي حط الزاوية بقينا خلاص سويت مزارع عشوائية جزر على بطاط بحط الكول هنا في جسنا معك لحم سلوم للأسف طب هنا شو قاعد تطبخ مين احنا ايه اي والله الحين انا قط عليكم كهف بدون اكل كيف عايشين والله على البركه يعني خلص سبحان الله على الطلعه دي انت ادعي ادعي من انا بروح اشوف الحيوانات او شجر كين تسوي مزارع الويت ولا الحين ببدا فيها وانا نبعد صح خليك سلم انا بجيك الحين بس بجمع شجر كين طيب الله جايك جايكم وين انت في الفيليج صح والله سبيد اعطاني بكاكس قصر حبيبي والله اه يا سلام ما عليك زود